الفنان الراحل عبد الكريم الرايس في حلقة جديدة من برنامج بين البارح واليوم. مرحوم الحاج عبد الكريم الرايس اشتغل فيه كمدير لهذه المعلمة التاريخية اللي كتعتبر أول مدرسة. كان الهم الوحيد ديالو هو تعليم موسيقى الأندلسية وتهيئ شباب للمستقبل. غوص في روائع الريبرتوار الفني لأحد رواد فن الآلة بالمغرب والملقب بعميد الموسيقى الأندلسية. هنا فيه بزاف 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 محترفين وضعفين، وكان راجل فنان وكيخدم الفن. بين البارح واليوم يعرض كل سبت بعد الزوال على الأولى.